نعم البيت. صارت صورته ذكرى لرحيله الموجع بعد 15 عاما من الأسر داخل سجون الاحتلال. فالأسير سامي العمور الذي اعتقل في 2008 وحكم عليه بالسجن 19 عاما تعرض لإهمال طبي متعمد من قبل إدارة مصلحة السجون ليعلن استشهاده. الموت ولا الخبر هذا، إن الإنسان يموت ولا يسمع الخبر زي. يعني قديش إحنا ما شفناه وقديش عانى ولو 15 سنة في السجن، يعني عمال يوفيني 15، وكان محكوم 19 سنة، وكان إحنا متأملين يطلع في الصفة الأخيرة الجديدة. يعني نقول إن شاء الله ربنا يطلعه ونشوفه ونجوزه ونفرح فيه، وخطبنا له على عروس على الفاضي، كل طلع كل أحلام طلع. بطالب كل واحد مختص من الصليب، من الهيئة، من الرئيس لكله. أنا بطالب بدي أشوف ألقي النظرة بعد 14 سنة. كنت مطمنة إنه يطلع لي يجيني، مش روح لي على كفن. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. وتفتح هذه الجريمة وما أعقبها من موجة غضب شعبي وفصائلي ملف صفقة أسرى جديدة مع الاحتلال. أنتم في العيون، أنتم يعني في قلبي المقاومة الفلسطينية، لن نتخلى عنكم، لن نترككم إلى عنجهية هذا العدو الصهيوني. وقريبا جدا إن شاء الله تكون صفقة وفاء أحرار قريبة وجديدة، فاطمئنوا إلى دار الله تعالى، واطمئنوا إلى ثقتكم بالمقاومة الفلسطينية وعلى رأسها كتائب الشهيد عز الدين القسام. باستشهاد الأسير الفلسطيني العمور يرتفع تعداد شهداء الحركة الأسيرة إلى 226 شهيدا، وتبقى الخشية من ارتقاء المزيد في ظل سياسة الإهمال الطبي التي تمارسها سلطات الاحتلال بحقهم. بهاء طباسي، قناة الجزائر الدولية، غزة، فلسطين.